هنعمل دلوقتي سلطة التفاح والبنجر. دي سلطة مغذية جدا 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 وكلها حاجات يعني مفيدة. طيب علشان نعملها عايزين تفاحة حمراء، تفاحة صفراء، 2 جزر، سبانخ، كوباية شبت يديها طعم رهيب وبياخدها كده في حتة تانية، 4 بنجر مسلوق، 1 كوباية عين جمل مجروش، والصلصة عبارة عن 2 فص ثوم، 4 معالق كبيرة ليمون، ربع كوباية خل بلسمك، ربع كوباية زيت زيتون، ومعلقة كبيرة عسل. فهناخد كل الحاجات اللي عندنا، عندنا الجزر، السبانخ، لاحظوا يا جماعة كلها حاجات يعني بتفيد كده. انا يعني انا لما دايما مثلا نقول مش عارفة عندنا نقص حديد، عندنا ما اعرفش ايه، انا طبعا مش يعني ما بفتيش، انا بس بقول الحاجات العامة. فدايما يقولوا لنا كلوا سبانخ، كلوا بنجر، كلوا ما اعرفش ايه، فالحاجات دي كلها موجودة في السلطة دي، فهي سلطة يعني مفيدة، مفيدة جدا. طيب حطينا التفاح، وانا حطيت تفاحة حمراء وتفاحة صفراء، طبعا لو ما فيش غير لون واحد مش مشكلة. نشيل الحاجات دي من هنا كده وكده. احنا كده كسلطة المكونات عندنا جاهزة، ناقص بس عين الجمل اللي هنحطه على الوش. دلوقتي عايزين نعمل السلطة نفسها. هناخد التوم، نحط فصين توم، حتى فيها عسل، العسل كمان مفيد، نحط العسل. العسل دايما لما بيكون فيه خل بلسمك مثلا او صويا او كده، العسل بيكسر اللزوعه بتاعتهم، فبيبقى حلو لذيذ يعني وبيليق عليهم جدا. نقلب الكلام ده مع بعضه، وهنحط شويه ملح. وهنقلب ونبتدي نحط زيت الزيتون. دايما اقول لكم حطوا زيت الزيتون بالراحه وافضلوا قلبوا واعملوا. على فكره لو حطيتوا الحاجات دي كلها في برطمان وقفلتوا البرطمان ورجتوه اتحلت المشكله، مش هيفصل. هو احنا بنعمل كده ليه؟ عشان زيت الزيتون ما يفصلش من الحاجات اللي احنا بنحطها، فلازم نحطه بالراحة ونفضل نقلب. بس لو حطيناه كله في برطمان وغطيناه ورجناه كده، الموضوع ده خلاص اتحل، ما مش هيفصل ابدا معانا. خلاص احنا كده الدريسنج بتاعنا جاهز، ادي ده كده. هنا نجيب بقى الاطباق بتاعت الغرف بتاعتنا ونبتدي نحط السلطة بتاعتنا. نقلبها الاول شوية كل المكونات كده مع بعض.